يتكلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قال لي سيدي والسقت بليدة مقابلة تل من قال يقولوا صح حدود بين موريتانيا ومالي مقابل المصراع. من حار المصراع؟ من حار المصراع على حدود موريتانيا. ياسر من الزمن في ذيك البلاد. وكنت تل أراك المانع شوي ولياسر من الزمن ضعفت. وقلت تطمرتين من الشق وأنت ضعيف وحلايك أربع كفور ولا خمسة من مالي مملي وقطعنا ما راو سبة من هاي الدولة الحش ما راو ولا راو منها سبة وكل وقت نكتبو ونعقبو مملي ما أنا جبرو فيه وعندي حاسكة الإيمان واحد فيه مع صحتي عادي دار عودة قرب فيه وقف تمر الله في الحجرة وعادي تناص وخاص ولا يلحق فيه من الزمن يعود ميت ونشربها فيه من الزمن ينكرط ما يعود فيه وخلق ليها من الضعف كامل ورفوس الزمن ومحتاج محتاج هم اللي يقولون ياك هو الواقع لهم وعايزين وعندنا ضعاف الدولة ما نرى أي منها سبه